مكبوت 14 سينطلق إلى كوكب الأمامير. مكبوت 14. اخ بتعملي ايه؟ عاوزك تجمعي الامثله اللي بقولهالك دي كلها حطيها مع بعض، يعني تكتبيهم كده في ورقه عشان تبقي ايه، تبقي ما تتلخبطيش فيهم. اوكي ممكن تكتبيها على الكمبيوتر او في الورقه زي ما انت عايزه. لا في الورقه الاول وبعد كده براحتك. طب هقول لك على ايه مثل تاني برضو حاب ربنا يقول لهم على ايه، على العشاء بتاع العرس. العشاء بتاع العرس دي اللي هو ايه، العزومه اللي ربنا بيعملها لنا كلنا. انت عارف ربنا عاوز يباركنا فبيدعونا كده للعشاء اللي هو ايه، اللي هو السماء، ان احنا نروح السماء عند ربنا عشان احنا بنحبه، فهو ايه بياخدنا في السماء عنده. اه ماما دايما تقول ربنا بيجهز لنا السماء. بالظبط كده. فلو اقول لكم مثلا، كان في مره واحد عامل وليمه، عامل عزومه عشاء كبيره قوي. فابتدوا الناس يعتذروا واحد ورا الثاني. اول واحد راح قال له ايه؟ قال له انا اشتريت حقل مش هعرف اجي. ايه ده؟ اشترى حقل. الثاني قال له انا اشتريت 10 بقرات هشوفهم يعني ما يشتغلوا في الحقل، يعني هشتغلوا كويس ولا هيبقوا مش تمام. يعني واحده بتضحك واحده بتهزر يعني. ايه اشترى 10 بقرات؟ طب وبعدين هيعملوا يعني جربهم ايه؟ عارفه زي ما تشتري سماعه وتقعد تجربي تيست وتقعد تجرب ايه البقره هتعمل ايه يعني؟ وبعدين والتالت قال له ايه؟ قال انا اتجوزت اصلي بقى فالزراع مش هيعرف يجي. ايه ده يعمل حفله ووليمه وفخر واحد يعتذر عشان خاطر اشترى حقل؟ طب ما يروحوا بعدين الحقل قاعد والحقل هيطير. ولا اللي معاه بقر ده، ما بقر ايه الجديد اللي في البقر؟ مش بقر يعني. ايه بتكلم ولا العريس ده؟ طب ما ياخد مراته ويروح، حاجه غريبه جدا. طب ايه؟ فكلهم اعتذروا، الحفله باظت. لا امال ايه؟ راح الراجل رئيس المتكئ ده اللي عامل الحفله اللي هو مثال للرب يسوع، قال لا خلاص طالما انتوا بقى مش عاوزين تيجوا عندي في الحفله بتاعتي. راح خلى الخدامين بتوعه قال له روح دوروا على كل الفقراء والمساكين والعيانين وكل الناس، يقول لهم تعالوا تعالوا الرئيس بتاعنا او صاحب المكان بتاعنا عامل وليمه ليكم كلهم. ودخلوا الغلابه الفقراء التانيين، ده اللي عنده حقل واللي عنده بقر واللي متجوز كلهم كويسين وعندهم حاجات كتير قوي. لا خلاص انا عاوز بقى الفقراء. وراح ربنا ابتدى يدعي بقى، يدعي مين؟ يدعي الفقراء يجوا يقعدوا معاه. يعني دول اغنياء واكتفوا باللي عندهم، لكن ربنا ممكن وممكن ولا مش بس اغنياء واكتفوا عندهم، مش عاوزين يا رب الدعوه بتاعتك. بس كده الناس اللي هم الغلابه خدوا حاجات اكتر، بس التاني ما راحتش فرصتهم. التاني هم اللي قالوا مش عاوزين، فربنا قال يعني ربنا بالذات يعمل ايه؟ مين يا اولاد عاوز يروح السماء؟ مين عاوز يخش السماء؟ في ناس تقولها الجنه، لا هي اسمها السماء. مين عاوز يروح السماء؟ الاغنياء عاوزين تيجوا السماء اهلا وسهلا، اللي عنده بقر كتير عاوز تيجي السماء اهلا وسهلا، الفقير اهلا وسهلا. مفيش عند ربنا اختيار ولا فرق. لا انا هروح السماء، انت تروح السماء؟ ما انت بتختاري، تقول يا رب انا عاوزه قلبي يبقى قلب حلو ليك عشان اما اموت اروح السماء واكون عندك وابقى بنت ليك. طب انت متاكد هتروح السماء؟ اه عشان قلت يا رب، يا رب انا قلبي مليان خطيه، يا رب عاوزك تنظف قلبي من خطيه. فاكره داود كان قال ايه؟ قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. فايه ربنا فعلا يقول له ايه؟ حاضر، زي ما قال على الصليب اليوم تكون معي في الفردوس، يعني انا بوعدك لان قلبك اتغير وبيت ابن ليا. وانا كمان متاكده اروح السماء. حلو قوي، تعالي نتكلم دولا بقى. طب قبل ما اتكلم دولا انا هكتب الامثله. ايه دولا عملت ايه؟ خلاص؟ الحمد لله رشيت صابون؟ يعني القمر كده كله صابون دلوقتي؟ حلو يلا. استعدي بقى خلاص كده القمر، حاسبي القلم سيبي اكتب بسرعه عشان هننزل على القمر خلاص. بجد؟ ايه طيب دلوقتي يعني كله تمام؟ البالون منفوخ، الصابون مرشوش، والقمر جاهز؟ جهزت البلالين؟ في ايه 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 في ايه؟ ايه؟ الرادار عندك مبين ايه؟ في ايه عيال بتزحلق على الصابون؟ طب احنا هنزحلق احنا الصابون ازاي؟ ده احنا ممكن نخبط العيال كده. هندوسهم. ايه؟ حاضر حاضر حاضر، مش هننزل دلوقتي، شيل العيال، امسكي امسكي في الكوتش. العيال؟ اشيل العيال ولا امسك؟ لو حابين تعرفوا اكتر عن قصتنا النهارده هتلاقوها في الكتاب المقدس في الشاهد اللي قدامكم على الشاشه. اذا كان عندك اي سؤال او استفسار ابعت لنا على الايميل ده. We'll be right back.
حوت 14.